مفاجاه كبيره للتوانسه الكل اخيرا باش نعرفوا مآل المفاوضات اللي سايره بين الحكومه التونسيه وبين صندوق النقد الدولي كذلك باش نتعرفوا على الخطاب الامريكي الجديد بخصوص تونس فيما يتعلق بالاحزاب المجتمع المدني المنظمات واللقاء بين سفير امريكا في تونس دونالد بلوم مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خليني نبدا ب آه التطورات وين وصلت المفاوضات اللي سايرة آه بين آه الحكومه التونسيه وصندوق النقد الدولي اخيرا وزيره الماليه خرجت واعطت التصريح وقالت انه آه وزيره الماليه سهم نمصيه اتاكد وانه المناقشات التقنيه مع صندوق النقد الدولي اللي وفات البارح آه تعرفوا اللي هي بدات نهار تقريبا 14 فيفري هكا كان الرقم صحيح 14فيفري كان التاريخ صحيح وفات نهار 22 من نفس الشهر طبعا المفاوضات هذه همنا نعرفوا وين ما قالها زعما خاطر فما بعض الخبراء الاقتصاديين اللي يقول لك ليه نستبعدين انهم يوصلوا الى اتفاق ولا انهم يوصلوا الى حل ولا خاطر الحكومه من ناحيه ما تنجمش تنفذ الشروط نتاع صندوق النقد الدولي ومن ناحيه اخرى صندوق النقد الدولي ما يهمو في حد شيء قال لك انا مع الحكومه هذه لازمني ناخذ قرار واضح يا باش تنفذ لي شروط يا اما مانيش باش نعطي القرض برشا خبراء اليوم يحكيوا انهم مش باش يوصلوا الى اتفاق نلقى وزيره الماليه سهام نمصيه تقول وانه يعني المفاوضات هذه تناولت برشا محاور من المزمع إدراجها في الوثيقة النهائية اللي بشي تم إمضاءها مع صندوق النقد الدولي وزيرة المالية تقول وأن المحادثات فعالة ومعناها طرقت لأسئلة وتفاصيل اللي طالب بها صندوق النقد الدولي ولكن تبقى محادثات فنية على حسب تصريحة مش آه مش معناها مزالت المفاوضات الجدية هي معناها محادثات يمكن هي فما فرق بين المفاوضات وبين المحادثات آه آه دونك وقت اللي تولي مفاوضات وقت اللي مفاوضات وقتها باش يحكيو معنا على القرض وقيمه القرض وكيفاش وكل التفاصيل الكل دونك هما مازالوا ما حكيوش على الامور هذه تقد محادثات محادثات تقنيه وفنيه فقط يبدو انه صندوق النقد الدولي راضي الى حد الان على المسار نتاع المفاوضات هذه واستعداد الحكومه التونسيه انها يعني تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي من ناحيه راهو باش يجي على حساب يعني باش على حساب المواطن التونسي اللي قدرته الشرائيه مهترئه اليوم اللي بطبيعه الحال يعني فيه برشا معناها حيف باش يكون على المواطن التونسي ووزيره الماليه تؤكد أن فريق صندوق النقد الدولي تقبل لقاءنا وحديثنا ولمس شفافيه وصراحه وواقعيه ومسؤوليه وجديه من الحكومه التونسيه على كل نحب نعمل اشاره فقط هوني هو رأو هالقروض اللي ناخذ فيها احنا رانا مضطرين يعني الشر لابد منه معناها هذاك هو كيما قولوا ابغض الحلال عند الله هذاك هو شر لابد منه القروذات ولكن راهو الحل باش احنا نخدم على روحنا الحل باش تونس تخدم على روحها ناخد قروض ولكن نستعيد العمل اليوم لازمنا نشوف شركة فوسفات قفصة وينو الشركات متاع البترولية شركة التصدير شركة السكر اليوم نحكي عليها معناها في وضع مزري الخطوط التونسية الشركات كلها الوطنية لازم نخدم الوظيفة العمومية لازم نخدمه كل المؤسسات لازمنا نخدم فيهم سينو نحكيوا على لقاء طبوبي مع السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم وحسب البيان اللي أصدرته سفارة أمريكا في تونس فإنه بلوم أكد لنوردين الطبوبي اللي تقابلوا في الاتحاد العام التونسي للشغل أكدت له أهمية الإصلاحات اللي باش تصير واللي باش تشمل برشا مؤسسات وبرشا هيكل في الدولة ولكن زيدا تقول إنه الإصلاحات هذه لازمها تشمل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني اللقاء هذا جمع سفير الامريكي بنوردين الطبوبي هنؤوا باعاده انتخابه ومناقشه التحديات الاقتصاديه اللي تواجه تونس السفير الامريكي زاد وحسب ما جاء في الموقع الرسمي ولا صفحه رسميه للسفاره الامريكيه في تونس شدد على اهميه عمليه الاصلاح اللي لازمها تكون شامله وتشمل النقابات وتشمل الأحزاب السياسية وتشمل المجتمع المدني ويمكن أول مرة نسمعه بالطرف الأمريكي يحكي على إصلاحات تشمل النقابات خاطر تعرفوا انتو ما قال اللي النقابات يعني فيها مشاكل كبيرة الأحزاب السياسية أيضا والمجتمع المدني لأن الأحزاب السياسية اليوم مطلوب أو أمريكا تضغط من أجل إعادتها إلى الحوار بالتالي الحوار مهم وما يتم هذا الحوار الا زيد ما تم يعني ترضيه رغبه رئيس الجمهوريه قيس سعيد في انه ما يحكيش مع اي حزب فقط الاحزاب اللي هي ما في المنظومه السابقه معناها خاصة بعد الثورة وقبل 25 جويلية ذوما ما همش مشمولين بالحوار اليوم الخطاب يجي واضح هو أنه نوردين الطابو بيحب على الحوار لازم يكون فما حوار ولازم يكون فما حل لها الأزمة ولازم تكون فما بوادر انفراج خليني نقول انفراج في الـ يعني في الازمات اللي قاعدين نعيشوا فيها خاصه ازمتنا راهي سياسيه علاش لخاطر السياسي اثر على الاقتصاد كي نحكيوا مفاوضات صندوق النقد الدولي رانا لازمنا نحكيوا على السياسه ما ينجمش واحد يعطيك قرض وانت معناها تتعارك في السياسه وما مؤسسات في الدوله وما هيكل رسميه في الدوله والدنيا داخل بعضها والتقارير ونداءات استغاثه وحتي معناها وضع غير مستقر الاوضاع السياسيه راهي هي اللي ينطلق منها القرارات الاقتصاديه Yeah. <laughs> راهو الاقتصاد ياثر في السياسه والسياسه تاثر في الاقتصاد كي باش قرض ينظر لك الى وضعيتك السياسيه كي انت زيد كي هو باش يعطيك فلوس الجانب الاقتصادي راهو يعني باش يمارس عليك ضغوطات باش ما نقولش يمسلك السياده نتاعك اما باش يمارس عليك ضغوطات انت ما عليك انك تكون قوي في التفاوض والمحافظه على السياده الوطنيه في تونس سياده الدوله التونسيه مع اخذ هذه القروض والحل كي ما قلت هو حل باش يكون بأبناء الشعب التونسي باليد نتاع بالساعد نتاع التوانسه فقط اللي هما لازمهم يخدموا ولازمهم يرجعوا العجله الاقتصاديه دور ولازم الـ يعني الـ الأمور تبدا ماشيه بالكدا ونبداو عارفين راهو مانيش باش ناخذوا ديما ناخذوا في القروض اليوم بالسيف ويفرضوا علينا في شروط المره الجايه ما يعطيكش قروض معناها لازم احنا نخدموا وننجوا وندوروا العجله الاقتصاديه في تونس و وبالتالي الحل ما يكون كان بنا احنا ما يكونش بالخارج هذه فقط حلول ترقيعيه حلول وقتيه ومجحفه آه يفرض علينا في شروط يدخلوا في القرار الوطني آه ما يهمهمش في هذا زعما يمس المقدره الشرائيه ولا ما يمسش اليوم فما بين الاتحاد وبين الحكومه نقاط خلافيه وخلافيه جوهريه زاد بخصوص رفع الدعم الاتحاد رافض بخصوص تخفيض في الاجور رافض بخصوص تجميد الاجور رافض بخصوص التفويت في المؤسسة العمومية رافض فقط يحب على الإصلاح وحالة بحالة إذا فما خلافات جوهرية لليوم لازم نحلوها أحنا التوينسة في بعض